عم شوف بتوجه رسالة الائتلاف، الائتلاف اللي ما عم بدعمش على الأرض لا السوار ولا المواد، يعني الإغاثة ما عم بدعمها الناس. أنا بدي أوصف لك شغلة بسيطة بالائتلاف. بشار الأسد بعهد حافظ أسد كان سد نهر الخابور ماشي مع مكفي المنطقة، قاموا عملوا سد مشان يجمعوا المي بالمطر بالشتوي ويديروها بالصيف يسكن فيها، فجمعوا السد وقال هذا السد ما عندنا نقدر نفتحه لأنه إذا فتحناه بتنشف عضو بطل السد، فجمعوا مية الخابور بعد مرقدة ونجففوا الأرض سوى صحراء، والائتلاف عمل لنا سد وقطع أي دعم ووقفوا يصرفون على حالهم. هو الائتلاف عبارة عن مجموعة، بتقول لك كلمة بسيطة، هذا ماريا خوسي أزنار كان وزير خارجية إسبانيا وإجا بالمناسبة الانتفاضة الثانية، إجا عمل جولة في الدول العربية، وبعد ما عمل جولة برا مع ياسر عرفات الله يرحمه على الأردن وعلى السعودية وعلى مصر وطلع، سألوا الصحفيين ما كان يرد، بعد ما ركب على الطيارة قام رجع ركض قال له لا 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 بس كلمة واحدة بدي أحكيها، قال لهم الآن عرفت كيف ضاعت الأندلس من العرب، الائتلاف بده يضيع سوريا مثل ما ضاعت الأندلس من العرب، وحكام الطوائف بدهم يضيعوا سوريا، بقول له للائتلاف ما لنا معتمدين عليكم معتمدين على حالنا، بس عم تضيعونا وبتسرقوا واقفين سد لأي إغاثة أو إعانة أو شغلة ذخيرة عم تجي عم تصرفوها فنادق، بدنا نذبحكم سعركم سعر بشار والمحاكم جاهزة وعنا مليون عمود كهرباء جاهزين نصمدكم عليهم. طيب بالنسبة للحصار العمعاني الريف حمص الشمالي، حصار طبعا نحن عم نتحاصر من قبل النظام ومن قبل ائتلاف الحكومة المؤقتة، الائتلاف عم يعني عم يقولوا عم انه طحين في مدينة تلبيسة وافر متوفر للناس. منين توفر؟ ان اربع ايام كل اربع ايام بيجيبوا لنا نهار خبز، كل نهارين والثالث احيانا بيجيبوه. جرت الغاز 4000 صارت في ريف تلبيسة وما حواليها، المي غير موجودة، برميل المي حقه 60 ليرة اليوم، لتر المازوت حقه 230 ورعة، لا عنا مي، لا عنا خبز، لا عنا كهرباء، لا عنا غاز، يعني وضع سيء للغاية. وين أمة لا إله إلا الله اللي عم تنظر فيها الوضع اللي نحن عايشين فيه؟ بدنا هذول الائتلاف عم ياخذوا حقنا بعدوا فيها بفنادق 5 نجوم بالمفاجآت التركية وبالدعارة والصرف المنافق والنفاق والكذابين، هذول أعدائنا، نحن منا معتمدين وقت أمنا لا نفكرين بالسعودية ولا نفكرين بقطر، معتمدين على الله، بس هدول ادعوا انهم مننا وسرقونا، هدول اللي ادعوا مننا انه سرقونا، لا تفكروا اننا اطفال ولا تفكروا اننا مغفلين ولا تفكروا اننا نايمين عوداننا اولاد المصريين، نحن اسوده ونيابنا راح نمزق فيها اي حديد واقف وجهنا، ولا بخوفنا بشر ولا بخوفنا طيران ولا بخوفنا نووي ولا بخوفنا كيماوي، الارواح بقبضها الله ما بقبضها بشار الاسد. احد الممثلين عن الامم المتحده يقول ان مدينه تلبيسه لا تعاني من اي حصار. نحن محاصرين بكافة الأشكال، لو ينمنع الهوى عن تلبيسة كانوا بنعرف، إذا بقدر يرجع تلبيسة يجي إذا كنت زلمة أحضار في تلبيسة، نحن باقين بس أنت تاع زيارة استجرت على هنا، نحن القصف باستمرار من جميع أشكال أنواع الأسلحة اللي عم تنضرب فيها، ما بنطلع من تلبيسة إلا ميتين، نحن ميتين هون في تلبيسة، نحن ميتين حتى آخر قطرة دم، ما بنطلع منه وتلبيسة إلنا، تلبيسة بتضل تلبيسة. بس شغلة بسيطة، اللي انصوبوا بغزة نقلوهم على الضفة الغربية، نقلوهم من قلب مناطق محتلتها إسرائيل، ففاتوا من عند العدو ووصلوا. بشار أسد عم يعتبر حاله أنه حامي ورئيس على سوريا، أي طفل ما بدأ إلا واحد عمره 20 سنة ممكن يكون مقاتل، طفل عمره 4 سنين بتصاوب بنقلوه على مستشفى مباشرة، بياخذوا بيشرفوا بياخذوا أعضاءه، الكلى الكبد القلب بياخذوا أعضاءه وبيبيعوه بيطلعوا لك يا شاف فضوا له قلبه وبعتوه زتوا لك يا. أي واحد بيسعف مريض فهو أكبر جريمة من اللي شايل سلاح.